السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنصور دورة الفراخ بتاعتنا وهنعمل لهم وصفة كويسة جدا. وصفتنا النهاردة هتبقى وصفة طبيعية كويسة جدا، بتعالج بقى المشاكل التنفسية وفي نفس الوقت برضو مضاد حيوي، يعني يعتبر كده علاج كامل وشامل. النهاردة هنعمل مكونين اتنين للفراخ بتاعتنا، مكونين سهلين يعني وبساط. ده ان شاء الله هتخلي الفراخ ما شاء الله ماشيه معاكي يعني بطريقه كويسه جدا. حتى كمننا يعني برضو في الحر وكده، والناس بتسال بتقول الفراخ بتتعب او الفراخ يعني، او انا خايفه ان انا اربي فراخ وكده في الحر. الوصفه اللي احنا هنعملها النهارده يا جماعه ديت هتخلي الفراخ ما شاء الله ماشيه معاكي طبيعيه جدا وماشيه معاكي احسن ما اكنك انت بتربيها في الشتاء كمان. تعالوا كده يلا نسمي الله ونحط لايك للفيديو. عايزكم يا جماعه تحطوا لايكات كتير للفيديو علشان الفيديو ينتشر ويتشاف وناس كتير تشوفه وتستفيد ان شاء الله منه. كل الناس اللي بتخاف تربى في الحر بقى ان شاء الله لو شافت الفيديو بتاعنا ده هتربوا قلبها جامد. يمكن لغايه النهارده الناس بتبعت وتقول لي مش ان خايفه انا عايزه اجيب فراخ وخايفه اربى في الحر. عايزاكم اي حد خايف يربى في الحر عايزاه يتابع معايا الفيديوهات بتاعتي وتشوف الفراخ ماشيه ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين يعني الفراخ بصور معاكم صباح بصباح واحنا في عز الحر، والحر عامي مع الناس كلها وعلى الجميع. بالرغم من كده ما شاء الله الفراخ ماشيه كويسه جدا. احنا لو اتبعنا بس كل اللي احنا بنقول عليه دهوت، التهويه والنظافه تحت الفرخ والخلطات الطبيعيه او الوصفات الطبيعيه اللي احنا بنعملها دي، ما شاء الله هتخلي الفرخ ماشي معاكي زي الصاروخ، النمو بتاعه ماشي كويس يعني وماشي طبيعي. حتى لو انتوا لاحظتوا بقى ان انا حطيت الابيض مع الساس اهوت، ده انا كنت فاصله ما بينهم كده امبارح، فلقيت بقى يعني المكان واسع وكده قلت يعني ما فيش فيها حاجه لو انا حطيتهم مع بعض. بالرغم من ان الابيض العمر بتاعه يعني صغير شويه، واللي اساسه ما شاء الله النهارده اليوم ال11 له، يعني هو الوقت كده الاساس اللي انتوا شايفينه ده عمره 11 يوم. الابيض تقريبا عمره 5 ايام او حاجه زي كده، تقريبا كده. بس ما شاء الله يعني حتى لو انتوا جيتوا شفتوا برده هتبص تلاقي الاحجام مقربه لبعضها، يعني ما شاء الله الابيض ماشي واساسه ماشي. طبعا لغايه دلوقتي انا ما حطيتش الناس اللي هي برده متابعه معايا الابيض يا جماعه، كل ده انا ما جبتش دواء استقبال خالص ولا اديت لهم نقطه دواء لغايه دلوقتي، كله ماشي كده طبيعي والحمد لله. طول ما الفرخ ماشي طبيعي مش هفكر ان انا اجيب لهم ادويه خالص ولا ادي لهم اي حاجه. كل يوم بعمل لهم وصفه كويسه كده، وصفه طبيعيه. النهارده برده هنعمل وصفه حلوه قوي هنحطها لهم على الميه، هتخلي الفرخ بقى ايه ما شاء الله ماشي كده معاكي زي الصاروخ. الحجم بتاعه يمكن الوصفات يا جماعه اللي انا بعملها الايام دي حجم يعني ايه هتزود معاك الحجم، وفي نفس الوقت كمان مش هتخلينا ان احنا نجيب اي دواء بيطري خالص من يعني من صيدليه بيطري. ماشي، بصوا بقى يا جماعه هقول لكم على ملحوظه بسيطه جدا. طبعا احنا عارفين ان الجو يعني حر وكلتنا حاسين بدرجه الحراره الشديده ديت، عشان الفرخ يمشي معايا كويس ويشيل معايا وزن هعمل ايه؟ كل يوم الظهر كده الساعه 1 او الساعه 2 هقوم شايله من قدام الاكل، قصدي من شايله من قدام الفراخ الاكل بتاعهم لمده ساعه. ليه بقى؟ ده بيبقى احسن وافضل للفرخ بالذات في الصيف. لو في الشتاء هقول لك حط الاكل قدام الفرخ ليل ونهار، انما في الصيف بالذات ده كويس للساسه وكويس كمان للابيض. يعني انا بصور لكم دلوقتي وان شاء الله بعد ما اخلص تصوير هقوم شايله الاكل من قدامهم وهسيب الميه بس هي اللي قدام الفراخ. الميه بقى بالوصفه اللي انا هعملها عليه. الجو حر هنعمل ايه؟ هنحط للفراخ كده يعني هنخلي الفراخ الميه بتاعتهم يكون ايه ساقعه شويه، مش نحط بقى الميه متلجه والفرخ بقى يجيله التهاب رئوي والحاجات ديت، لا يا دوبك كده حاجه بس بسيطه ان هي تخلي الميه ترطب عليهم بس شويه، حاجه كده يا دوبك بسيطه. تعالوا بقى دلوقتي يلا هنعمل الوصفه بتاعتنا. وصفتنا دلوقتي هتبقى عباره عن ايه؟ زي ما انتم شايفين كده النعناع. النعناع يا جماعه ده من احسن الوصفات اللي انت ممكن تعملها للفراخ عندك. نعناع فريش طبعا، الناشف ده احنا ممكن برضو بنقلبه له على الاكل بيبقى حلو قوي. ده النعناع افضل علاج للمشاكل التنفسيه النعناع ده، علشان كده انا يعني ايه عملته النهارده للفراخ ده كويس جدا. مفيش بقى لا نقول لا طشمه ولا هنقول مثلا كده، هنعمل خلطه مضاد حي وطبيعي 100%. ده طبعا الليمون، هنقطع الليمونه زي ما انتم شايفينها كده اهوت ارباع، علشان ايه ده كلته ان شاء الله هنضربه في الخلاط. برضو هنحط مكون كويس جدا برضو، وده مكون يعني ما شاء الله مضاد حيوي يعني 100% كده، اللي هو ايه بقى معايا في فصين ثوم، ده ان شاء الله برضو هنحط على الخلطه دي. يبقى خلطه النهارده مكونه من ايه؟ مكونه من نعناع وليمون وثوم.
دي افضل حاجة هتعمليها للفراخ عندك في الحر بالذات. ده كلها يا جماعة وصفات طبيعية بتخلي الفرخ ما شاء الله هيمشي معاك زي الصاروخ. قلنا قبل كده بلاش العلاجات، العلاجات كترها يعني ايه بتوقف مناعة الفرخة او بتعمل مناعة عند الفرخة بمعنى اصح، كمان بتخلي الفرخ يعني الحجم بتاعه ما بيكبرش معاك بمعنى اصح كده، كتر العلاجات مش حلو يعني. هنحط بقى كده حوالي كوباية كبيرة مية زي ما انت شايفين، وهنبتدي دلوقتي ان احنا ايه نفرم الوصفة بتاعتي. هصفيها لان انا حاطة الليمون، شايفين بقى لما انا صفتها إيه طلع فيها ليمون، ولو في بواقي توم ولا حاجة خشنة بتطلع، الحاجات ديت انا مش هرميها، هنفيها ايه هنقلبها على العلف بتاعهم يعني، اي حاجة مش هنرميها. الخلاصة بقى اللي طلعت اهيت، ده بسم الله ما شاء الله بقى حاجة كده فريش، حاجة يعني تخلي الفرخ ماشي معاكي كده. طبعا النعناع كده بينعنش الفرخ وخلي الفرخ ما شاء الله ماشي معاكي زي الفل. دلوقتي كده بقى دلوقتي هنحطها للفراخ زي ما انتم شايفين كده اهيت. ده انا عندي الساقية بتاعتي بتاخد 4 لتر مية، ماشي. هنحط الكمية دي كلها وهنحط الـ4 لتر مية، وزي ما قلت لك لو عندك مكعب تلج، مكعب واحد بس خدوا بالكم علشان ما حدش يقول لي انت يا مشمال قلت لنا حط تلج الفراخ، لا هو بس مكعب واحد على قد الـ4 لتر ميه دهم، ده مش هيأثر. على اساس مثلا لو انت عندك الميه سخنه ولا حاجه بتبقى من الحنفيه يعني دي تخلي الميه ايه يعني ترطب عليهم شويه. خدوا بالكم من النقطه دي يا جماعه، انا بقولها لتاني مره، ما حدش يحط ميه ساقعه من الثلاجه للفراخ، ممكن يجيلهم لا قدر الله التهاب رئوي. انا بس بقول لو مكعب تلج واحد على الـ4 لتر ميه ده مش هيأثر وهيبقى حلو زي الفل، تمام. دلوقتي زي ما انتم شايفين حطينا الميه اهيت، الفرخ ما شاء الله هيشرب، الابيض هيشرب والساسه هيشرب، وده طبعا الحاجات اللي احنا طلعناها هنحطها الفراخ تنقر فيها علشان ايه فيها بواقي توم او ليمون، ده مضاد حيوي الفراخ تنقر فيه يبقى حلو قوي زي الفل. هنسيب الفراخ بقى تاكل زي ما انتم شايفين، هنحط لهم برده ايه علفتين، علافه حاطه لهم يمتي كده وانا بصور، والطبق الكبير دوت برده بحط لهم ما شاء الله بينقروا فوق وحلو زي الفل. باذن الله هجيب لهم برده علافه تانية لان ما شاء الله العدد كده على بعضه يعني يعتبر كبير. هو اي نعم الميه حلوه مكفيه، ممكن برده احط رتل ولا حاجه في الاول كده واسيب لهم السائد برده يشربهم على اساس ان كل ايه يطول ويشرب. الناس يا جماعه اللي هي بتقول ان عندي الاحجام متفاوته، حاولي ان انت لو انت عندك العدد كبير زودي علفتين، يعني ايه حطي علفات بزياده على اساس العدد عندك الكل يبقى طايل والكل ياكل والكل يشرب والفرخ يبقى ماشي طبيعي، مش فرخ مثلا مزنوق مش عارف ياكل والفرخ التاني بياكل، يبقى في انت عندك فرخ ما شاء الله ماشي وكويس وحجمه حلو والفرخ التاني الحجم بتاعه قليل، ده بيبقى مظلوم في الاكل، ماشي. باذن الله برضو هنقول لكم ايه يعني على شويه معلومات باذن الله الفيديو الجاي، علشان خلاص بقى يعني الفرخ بتاعنا ما شاء الله ماشي طبيعي وبدا ان هو يكبر، هنقول لكم برضو ايه حطوا له ايه علشان نتفادى بقى اي كوكسيديا اي اسهالات الحاجات دي كلها ان شاء الله تشوفها في الفيديو الجاي.